ننتقل لمتابعة تقرير قصة نجاح لفنان تشكيلي. نتابع التقرير معا ونعود، خليكم معنا. في الألوان مروج الخضراء وتارة إنسان تعانق الحقيقة من خيال فنان ينطق عبقا من زمن أم من أزمان، وكل لوحة تذكرنا بفرح وأشجان إلى عروس الشمال ووادي الريان تشير عمان إلى رحلة في الفن بلا ترجمان. الفنان التشكيلي طبعا صالح ربابعة من منطقة لواء الكورة منطقة برقش. طبعا هذه المنطقة منطقة سياحية جميلة جدا. طبعا أنا بالنسبة لي رسمت عنها عدة رسومات، سواء كانت بمنطقة وادي الريان بجديتا ومنطقة ثانية اللي هي منطقة كفر راكب اللي هي منطقة أم النمر. طبعاً أنا من خلال رسوماتي ومن خلال أعمالي تأثرت بالفنان اللي هو بيكاسيو والفنان ليوناردو دافنشي، وفي مقولة للفنان الكبير بأنه الفن يهمل لكنه لا يموت ويبقى. طبعا انا كفنان برسم باحساسي، برسم بمشاعري، بتاثر باللوحه، بعيش فيها من خلال تجسيد اللوحه، من خلال الرسم. طبعا انا من خلال رسوماتي ومن خلال اعمالي تاثرت ببعض من الجماليات، سواء كانت المراه، جماليات الطبيعه، طريقة دمج الألوان. طبعاً بالنسبة لي بحاول إنه أعطيها رونق خاص فيه، بدخل اللي هو دمج بعض من الألوان، والهدف منها اللي هو إبراز المنطقة، إبراز المناطق السياحية بصورة أفضل وترويجها للخارج. برسم وإلي رسالة، هاي رسالتي بحاول من خلال أعمالي إني أروج بلدي إلى الخارج سياحياً، واكتشاف بعض المناطق السياحية الموجودة داخل المملكة التي لم تكتشف، والتركيز عليها من ناحية إبرازها من ناحية اللوحات. صالح الربابعة بحسه بيكتب أو بيرسم مش بريشته، يرسم بإحساسه الداخلي. الفن متنفس للحياة اللي إحنا عايشينها، هو بيرسم بإحساس. يعني الفنان أنا بتابع له أكتر من رسومات، شاركت بأكتر من معرض للفنان صالح الربابعة. فنان قدير، فنان مبدع، فنان رائع جدا، إنه نقل هويته نقلها لخارج البلد، نقل هويته الكورة لبرات البلد لمنطقة وادي الريان بالتحديد. هو فنان عالمي، إبداع متقن، حس مرهف، تميز في اختياره للمواقع، تسويقه للصورة، تعني تسويق الأردن، تسويق الجمال، تسويق الحياة، بيعطي أمل، دائما بيعطي أمل للحياة. أنت إذا بتلاحظوا خلال صوره تجدي ما يسر وما يعجب الناظر حتى داخل الأردن وخارج الأردن. صباح يشح تألق في سنابل الفن، ينشر الورد ويبث الود بفنه صوت الوتر، يعزف بريشته لحن شجي
بريشته تخط الهمسات حيث تغيب الكلمات في فضاء الفن والطبيعة.